ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتاني فقراتنا الحواريه النهارده في 10 الصبح في الاهلي، ولسه اكيد طبعا كلامنا متواصل عن الاهلي والاستعداد للموسم الجديد، ويمكن كمان على مدار يومين اللي فاتوا تابعنا معسكر الاهلي في النمسا، واللي كان اجمل ما فيه الحقيقه حضور الكابتن محمود الخطيب والحاله الحماسيه والمعنويه للاعبين بعد هذه الزياره. هنواصل طبعا كلامنا عن الاهلي والتحديات اللي جايه في الموسم الجديد، كل ده طبعا واكتر مع ضيفنا الغالي الاستاذ العزيز جمال الزهيري الناقد الرياضي. صباح الفل عليك استاذ جمال، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ليك وحشه كبيره يا استاذ جمال. والله انتوا ليكوا وحشه، غايب عندنا ينفع بس انا بتابعكم والله. يسعدنا ويسعدنا. مش معنى كده ان انا ما بصحاش، ببقى صاحي. لا بس احنا عايزينك تتابعنا هنا من جوه الاستوديو عشان حتى الدنيا اقرب. لا معاكم على طول ان شاء الله. ربنا يخليك. عايزين نبتدي بحضرتك طبعا بكلامنا عن اخر المستجدات بالنادي النادي الاهلي، وهو طبعا المعسكر في النمسا، واكيد حضرتك بتتابع كل فعالياته وكل احداثه. انا بتابعه على مدار اليوم الحقيقه، يعني فاروق عامل شغل كبير، عامل شغل فاروق جامد جدا. صح مظبوط. وعلى مدار اليوم في كل البرامج بتابعه يعني. طبعا جميل. شفت ايه بقى؟ ايه الحاله اللي وصلت؟ لا شايف طبعا ان هو اولا ده يعني يمكن لاول مره من فتره طويله يبقى في وقت ان يتعمل معسكر للفريق فتره لما بين الموسمين يعني بهذا الشكل، يعني اتعمل بشكل كويس جدا وبناء على طلبات طبعا كولر. بالظبط، ان هو طلب ان هو يتعمل في النمسا، واعتقد برضو ان النمسا من الاماكن اللي هي ممكن تكون مناسبه قوي للمعسكرات. يعني دوله هاديه والطبيعه فيها جميله وكده، فشيء كويس يعني انه يتعمل هناك، اضافه طبعا الى انه وجود اللعيبه مع بعض والجانب الترفيهي طبعا اللي بيتخلل المعسكر ده مهم جدا. لانه ده بيفصل تماما اللعيبه عن الموسم اللي فات واللي جاي. يعني بيعمل عمليه ريفريشنج كده وفرصه لدمج المستجدين طبعا كمان. طبعا، واضافه طبعا لحضور الكابتن محمود الخطيب، اعتقد طبعًا كان نقطه مهمه جدا وايجابيه ودافعه للاعبين ان يكون بينهم كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ان هو معاهم في المعسكر وبيتكلم مع كل اللعيبه وتواجد بينهم بشكل برضو فيه يعني بساطة وفي نفس الوقت رفع الروح المعنوية لكل اللعيبة، يؤثر طبعا على نفسيتهم بشكل كبير. ودعابة مثلا مع رضا سليم، مع أفشة مع كهربا، دي كلها حاجات أكيد بتنعكس على روح الفريق اللي موجودة. أكيد. دي مهمة جدا يعني. طيب استاذ جمال، شكل الفريق تتوقع ان هو يكون عامل ازاي؟ لسه كنا بنتكلم في بدايه الحلقه النهارده، يمكن مارسيل كولر بقى خلاص الموسم الجديد ده هو مستلمه من اوله، يمكن كان بيتكلم الموسم اللي فات عن تلاحم المباريات، عن الضغط، عن كل حاجه، وعلى الرغم من ده الحقيقه حققنا خماسيه زي ما احنا شفنا، وكان موسم قوي جدا واستثنائي. لو هنتكلم عن شكل الفرقه والسكواد بعد انضمام المعارين وبعد كمان انضمام الصفقات الجديده، وفكره بقى الرسم اللي هيرسمه كولر بدايه من المعسكر وعودة بعض المصابين المهمين جدا، وحتى تألق اللعيبة اللي كانوا بعدوا عن مستواهم، ده يعمل نوع من أنواع إيه المنافسة طبعا بين اللعيبة على المراكز. صح. يعني مثلا احنا شفنا كان أكرم توفيق في وقت معين بيحتل، خلاص احتل الظهير الأيمن في غياب محمد هاني أو بعده عن مستواه. النهاردة محمد هاني رجع لمستواه، وبالتالي يمكن توظيف أكرم توفيق وكريم فؤاد في مراكز مختلفة في مراكز أخرى. وإحنا يمكن شفنا برضو توظيف مارسيل كولر لكريم فؤاد الموسم اللي فات. الفترة اللي لعب فيها كان ما تفهمش هو فين، بس هو بيؤدي صحيح دور معين مكلفه بيه كولر. فطبعا وعوده طبعا المعارين دي نقطه مهمه، صلاح محسن وكريم ندفد، رضا سليم بقى وامام عاشور وفكره وانضمام امام عاشور، ده كله اكيد طبعا كولر يعني بيفكر دلوقتي في توظيف هؤلاء اللاعبين في المرحله اللي جايه. لان زي ما قلنا انه داخل على موسم جديد، الموسم ده احنا قلنا ان هو هيكون من اصعب المواسم طبعا. لانه مش للفوز ببطولات، لا للحفاظ طبعا على هذه البطولات، واضيفت اليها بطوله اخرى. أيوه. يعني هو هيبتدي النادي الاهلي ان شاء الله طبعا
السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، ثم بطوله سوبر ليج، السوبر ليج او دوري الافريقي. فطبعا هتبقى مساله محتاجه شغل جامد جدا، ويمكن بالنسبه للمهاجم اللي الناس منشغله بيه جدا، مهمه لان في ناس كتير الناس منشغله بيه، مش عند اللي حصل مؤخرا وقال لك احنا برضو في امس الحاجه لمهاجم طبعا صحيح. وما زال البحث مستمر، لكن ضغط الحياه، ضغط الجماهير الاهلاويه، لكن قد يكون هناك عوامل لا يعلمها الجمهور او الناس، ففي حاجات في التعاقدات والكلام ده ممكن تعطل ده شويه، واخد بالك؟ لكن في النهايه الفكره موجوده، وقد يحدث برضو يعني لسه الوقت متاح انه يتم ده. وان لم يحدث لاي سبب من الاسباب، مش كارثه، مش نهايه العالم يعني، مش نهايه العالم. ده انت الموسم اللي فات بالظبط حققنا تحديات رهيبه جدا، مش بس غياب المهاجم، لا ده انت عندك اشياء اخرى كثيره طبعا. زي الضغط والضغط المباريات والاصابات طبعا. والحاجات دي اعتقد ان كل ده الناس تطمن ان شاء الله من طريقة تعامل الجهاز الفني وإدارة الكرة في النادي الأهلي مع هذا الملف من خلال الموسم اللي فات. يعني مفيش أصعب من الموسم الماضي طبعا. ومع ذلك اللعيبة كانوا على مستوى المسؤولية وقدروا ان هم يتعاملوا كويس جدا، والجهاز الفني طبعا بلا شك بيشتغل بطريقة نقول ايه احترافيه الحقيقه، احترافيه ومطمئنه. يعني تحسي ان احنا مع حتى مع الازمات الصعبه اللي كانت موجوده الموسم الماضي، ما حدش شك في طريقه تعامل الجهاز الفني مع الازمات دي. ودي نقطه تتحسب لكولر، ان هو قدر يقتنص ثقه الناس، ده هو اقتنصها واحتفظ بيها. ويعني بصراحه ما حدش يقدر يتكلم عليه. ده انا بستغرب ان بعض الناس دلوقتي لسه بيقولوا بيقيموا كولر. يا جماعه انتوا بتتكلموا في مين، في ايه يعني؟ يعني واحد جه اولا ما جاش في بدايه الموسم واشتغل وقدر ان هو يحقق كل ده ودون شكوى، يعني ما شفناهوش بيشتكي، لا كان بيتعامل على ارض الواقع مع المعطيات اللي موجوده طبعا. وقدر ان هو يتغلب على المشاكل اللي كانت موجوده وكمل بشكل الحمد لله ان هو ناجح زي ما بيقولوا العلامه الكامله، ويمكن تكون اكتر من العلامه ناجح الكامله، ناجح ومحبوب يا استاذ جمال. كمان فكره ان مدير فني يكون محبوب بالنسبه للعيبه ده مهم جدا، وهو مقنع جدا للعيبه حتى اللي ما بيلعبوش صح. يعني حتى اللي ما بيلعبوش هو مش ما بيبقاش متضرر، هو مش اجريسيف، هو كمان حتى لما بياخد قرار ما هوش فيه اجريسيف. يعني احنا شفنا مثلا ايمن اشرف رغم ان هو كان في مستوى ايه وفي المنتخب والكلام ده، انما انا برضو بحييه على انه هو تفهم ومرضيش يعمل مشكله للجهاز الفني ولا للفريق. يعني ده معناه ايه؟ انه هو حابب انه هو الفرقه، يعني برضو روح الفريق عنده حتى وهو ما بيلعبش، ورغم انه هو طبعا 100% يكون حزين جدا، بس قدر انه كولر بطريقته وطريقه تعامله مع كل اللاعبين، يعني حتى زي ما سمعنا من خلال المعسكر ان هو بيسال، بيقعد مع اللعيبه جلسات انفراديه بيسالهم فيها، ممكن يقول له انت بتصحى الساعه كام، بتعمل ايه، يعني هو بيحاول يتفهم كل الظروف الفرديه اللي هي في النهايه هتفيد جماعية الفريق يعني. طيب بذكر السوبر ليج، طبعا يعني بطولة أولى من نوعها، شفنا القرعة امبارح احنا كنا أو وقعنا في هذه القرعة مع سيمبا التنزاني. شايف هتكون مواجهة عاملة زي أستاذ جمال، أكيد مواجهة قوية، معانا فرق قوية جدا، يعني سواء كل المجموعات قوية جدا، 8 فرق من أقوى فرق أفريقيا على مستوى أفريقيا. خلينا نقول شايف إزاي المواجهة دي، فعلا هيكون في لينا افضليه فيها، خاصه ان يعني مباراه الاياب هتكون على ارضنا. هو يعني روعي في القرعه الاولى دي ان هي ما بين فرق تصنيف اول وتصنيف ثاني، والتصنيف الثاني بيستضيف المباراه الاولى، التصنيف الاول صاحب التصنيف الاول بيستضيف لقاء العوده يعني. فاعتقد انه فرصه الاهلي، هي كل الفرق دي مش غريبه على النادي الاهلي، مظبوط، الاهلي لعب مع كل الفرق دي قبل كده وفاز وتعادل وخسر، مش قضيه، المهم في النهايه هو عينه على ايه. يعني هو في الاخر
الاهلي بيلعب على البطوله. البطوله طبعا. وبالتالي ان هو مباراه طبعا سيمبا الاثنين دول مهمين جدا لان هم دول المفتاح طبعا للعبور كمان. دول المفتاح للعبور طبعا. الى الدور اللي بعده صحيح. فبالتالي هم مباراتين مهمين جدا جدا قبلهم بقى، ودي هتكون اول يعني اتحاد العاصمه للفريق في النادي الاهلي بعد معسكر النمسا اللي هو ماتش اتحاد العاصمه الجزائري. توقعاتك للمباراه دي ايه؟ في رايك التشكيل ممكن يبقى عامل ازاي؟ انا اتوقع ان ممكن التشكيل يعني يتضمن بعض الايه المفاجات من اللعيبه اللي انضموا. يعني اعتقد ان ممكن امام عاشور يكون في الصوره، لانه حتى انا اللي اعرفه انه اللي رشح امام هو حمدي فتحي، يعني قريت تقرير بهذا المعنى. وبرضه اعتقد انه كولر هيركز على استغلال، هو حاليا بيشتغل على تهيئته للدخول في جوه الفرقه طبعا، يعني يندمج. الاندماج ده مهم طبعاً جدا اكيد. وبالتالي والحقيقه كهربا ليه يد عليا في الحكايه دي طبعا، ليه ايادي بيضاء في الحته. لا كهربا بيقابل طبعاً الناس، يعني يدمج الجن مع الفريق احسن واحد يقابل طبعاً. يعني فطبعا هي مهم جدا. هيكون التشكيل برضو بيعتمد على الركائز اللي موجوده، ومش هيبقى بعيد قوي، لكن هيبقى الهدف في النهايه برضو هو الحصول او التتويج باللقب السوبر الافريقي. لان ده مهم جدا كبدايه موسم طبعا. يعني احنا دايما بنقول ايه، ان البدايات لازم تكون يعني بتدي دافع طبعا حتى فيما بعد. وهو قدر النادي الاهلي ان هو هيبتدي الموسم ده ببطولتين صحيح، يعني كالعاده، يعني ما هو بدا قبل كده ماتش واحد. نعم، منهم بطوله ماتش واحد بالظبط، وحتى بعد كده دوري الافريقي او السوبر ليج يعني هيبقى مطحنه، يعني فرق كبيره جدا، وتوقيتها هتبقى في وقت محدد، يعني اعتقد من 20 ل حاجه، يعني فتره قريبه، يعني اللي هي فتره زي ما تكون يعني شبه مجمعه. طب احنا كده يعني مش هيبقى في فوارق كبيره، يعني كده هنبتدي الموسم المحلي بقى، الدوري المحلي، يعني واحنا جايين من ماتشات قويه مع فرق قويه. ايوه طبعا، ممكن طبعًا يبقى ده ليه انعكاسات مش طيبه قوي. لا ما اعتقدش، لا مع النتائج بتاعتك هي اللي هتحدد ده برضو اكتر. يعني لو انت حققتها الخطوات الاولى دي بنجاح وبتوفيق 100%، ده هينعكس ايجابا على الحاله المعنويه. وبرضو خلي بالك اللعيبه خدت وقت راحه معقول جدا واعداد خارج ال 21 يوم تقريبا. يعني يعتبر، انا بقول ان الموسم اقرب الى الطبيعي، يعني في فاصل زمني. بس يا ريت بقى اتحاد الكره كمان يعلن، يعني ما نطولش قوي. يعني انا كان نفسي ايه، انه يبقى على طول بطوله الدوري تبتدي، لسبب لان احنا دايما بنسعى او بنتمنى انه الدوري يمشي مع الدوريات العالميه. يعني النهارده احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه كويس، ومر منها اسابيع. فالمفروض انت كل موسم تقلل الجاب ده او الفجوه دي. طيب استاذ جمال، بما انك ذكرت فاروق صلاح فهو حاضر معانا دلوقتي على طول من النمسا. ما شاء الله، ده الواحد يقول، الواحد يقول فاروق صلاح يجي يعني. صح والله، نرحب بيك طبعا يا فاروق. بيقولوا عليك استاذ جمال. لا والله جميل، عامل شغل حلو. صباح الخير عليك يا فاروق. برحب بيك يا مريم، برحب بيك يا كريم، وبرحب طبعا باستاذنا الكبير القيمه والقامه العظيمه الكابتن او الاستاذنا الكبير استاذ جمال الزهيري، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جميل طبعا، انت يعني مش مستني مننا اسئله، انت مستني ما شاء الله دايما عندك الاجابه الوافيه لاي سؤال قابل للطرح. فاحنا عايزين نسمع منك الجو العام عامل ازاي، ايه المستجدات في الـ في الـ في الـ في المعسكر، اكتر الامور اللي لافته للانتباه بالنسبه لك او في رايك كانت ايه؟ يعني خليني في البدايه كريم تسمح لي اشكر طبعا استاذنا الكبير استاذ جمال زهيري على كلامه. طبعا احنا بنحاول في يعني في كل وقت وفي كل فرصه ان احنا نحط جمهور
بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي وندخلهم في المشهد ونوصف لهم كل التفاصيل. كلام كتير واجتهادات كتير بتتقال على السوشيال ميديا، لكن دايما بنقول ان الصراحه والمصداقيه بتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من ممتازه من زمان فعلا بالفريق، اللعيبه ما طلعتش معسكر بالروعه دي، انعكاسه على اللاعبين مردوده على اللاعبين مردوده على الجهاز الفني، ده اللي احنا لامسينه. خليني بقول لك يا كريم ان بالامس طبعا كان هناك يعني يوم راحه او جوله حره للاعبين، كل اللاعبين بالجهاز الفني طبعا يعني كان التواجد في فيينا. طبعا احنا قاعدين في مقاطعه هي مقاطعه باد تيتزمندورف، دي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف. كان امبارح او بالامس كانت الجوله الحره للاعبين في فيينا، يعني تقدر تقول كده زي يعني المقوله او المعتاده ليالي الانس في فيينا. امبارح يوم من اجمل الايام الاستمتاع بفيينا، الاستمتاع بكل الاماكن السياحيه في النمسا وبالتحديد فيينا. بعض اللاعبين طبعا انت عارف يا كريم الشوبينج طبعا واقتناء بعض الاحذية الرياضية، بالنسبة للحراس المرمى اقتناء القفازات طبعا هنا في النمسا، بعض اللاعبين بقى الملابس والبراندات العالمية. ده كان يعني يوم جميل. مستر كولر كان قاعد في يعني في مكان قريب جدا من يعني الشارع السياحي في فيينا، فمستر كولر طول ما هو قاعد شاف احد اللاعبين نازل بالشنط، فهذا الامر كان يعني ابتسامة مستر كولر هو عمال يتابع اللعيبة وهي بتشتري ومبسوط بالأجواء. طبعا مستر كولر مع بالنسبة هنا للشعب النمساوي أو الجماهير في النمسا أو في فيينا، طبعا الجميع كان بيتسابق لالتقاط الصور التذكارية على مع مستر كولر اللي كان طبعا بيتكلم وقالوا له احنا متابعينك وانت بتدرب أكبر فريق في إفريقيا أو في الشرق الأوسط وهو نادي القرن. بعض الناس كانت بتسال يعني مين النادي الاهلي، فاحد يعني الجماهير النمساويه قال لهم ده ريال مدريد بتاع افريقيا. فامور انطباعات بعض طبعا الجماهير التونسيه كانت بتدور يعني قلبت الدنيا علشان تدور على علي معلول، الجماهير التونسيه او الجاليه التونسيه اللي موجوده هنا في فيينا او في النمسا، طبعا بيهمها ان هي تشوف وتقابل واحد بقيمه علي معلول. الامس كان الجوله الحره واليوم اللي يعني تقدر تقول كده اليوم الاجازه للاعبين، لكن النهارده بدانا بقى ليالي الجد من مره ثانيه بتدريبين. التدريب الاول هينطلق منذ يعني خلال دقائق هينطلق التدريب للنادي الاهلي الصباحي، ثم هيكون الساعه الخامسه التدريب المسائي للاعبي النادي الاهلي. مستر كولر يعني بعد ما انتهت الجوله الحره قعد مرتب الامور بيحاول يجهز لمباراه اتحاد العاصمه. خليني اقول لك برده يا كريم ان النهارده تقدر تقول للنادي الاهلي بكل افراده بكل عناصر البعثه بالكامل طبعا في التدريب. طبعا كان التدريب او تدريبين اخر تدريبين للنادي الاهلي كان اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور في يعني زياره او للدكتور كريستيان فينك يعني الطبيب النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي لاكرم توفيق وكريم فؤاد اللي خلاص ادى الابروف وقال من النهارده يستطيع ان هم يشاركوا في المباراه. وايضا تم عرض امام عاشور لمزيد من الاطمئنان طبعا من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي على امام عاشور، لكن خلاص مستر فينك يعني او الدكتور فينك تصرح للدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي لو في مباراه النهارده مباراه بكره طبعا اللعيبه خلاص يعني بالنسبه لهم يقدروا يلعبوا في المباراه بشكل كامل. تبقى الامور طبعا استاذ جمال الزهيري يعني يقدر يتكلم في هذا الامر ان الامر بعد كده هيخضع ليه الرؤيه الفنيه لمستر كولر او حاله الجاهزيه البدنيه للاعبين. طبعا يا كريم من المقرر ان هيكون في مباراه وديه للنادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم، ودي هتبقى يعني ختام المعسكر وبروفا قويه جدا امام احد اقوى الانديه طبعا في الدوري السلوفيني. تحضيرات مستر كولر لمباراه اتحاد العاصمه بتسير بخطى اكثر من ممتازه، بيجهز كان بيتابع بعض الفيديوهات والمباريات. طبعا ياسين المكاري محضر كافه الامور لمستر كولر للوقوف على نقاط القوه والضعف في فريق اتحاد العاصمه اللي نتمنى ان شاء الله تكون بدايه الموسم ان شاء الله مباراة السوبر امام اتحاد العاصمة باذن الله وتكون اول بطولات النادي الاهلي هذا الموسم. كريم مريم انا موجود معاكم طبعا، موجود معاك استاذ جمال لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق انا كنت لسه هسالك طبعا عن المصابين، يمكن كمان كنا شايفين من خلفك تحديدا كريم فؤاد واكرم توفيق، ولكن الحقيقه انت افدتنا بكل الامور المستجده بالنسبه لهم. ولكن خليني اسالك عن فكره واقع القرعه، اكيد كنتوا بتتابعوها امبارح وقوع النادي الاهلي مع نادي سيمبا التنزاني، ولا يمكن زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيركز بطوله ببطوله، بس اكيد كان هناك عدد من ردود الافعال حول يعني القرعه امبارح ووقوعنا مع نادي سيمبا التنزاني.
يعني مريم، يعني على نفس السياق المصابين، قبل ما ندخل في موضوع القرعه كنا بنتكلم ايضا على المصابين. خلينا نقول لك ان يعني الوحيد اللي ماشي في البرنامج التاهيلي هو بالمناسبه هو عمرو السوليه اللي كان بدا في اخر تدريبين بالجري حول الملعب. برضو احنا بنحاول نطمن الجماهير على كل الظروف الخاصه بالفريق من الناحيه الطبيه. يتبقى عمرو السوليه اللي نتمنى له السنه طبعا ماشي في البرنامج التاهيلي، بيعمل جلسات العلاج الطبيعي طبعا برفقه الدكتور تامر ابو العينين والدكتور محمد وفاء الايمين بمجهود كبير جدا. خلال الايام القادمه ان شاء الله عمرو السوليه يكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني ونقول الحمد لله النادي الاهلي بدون اصابات. طبعا واقع القرعه بالامس يعني الانطباع كان ان فريق سيمبا مش فريق سهل، هتبقى مباراه صعبه جدا، خاصه ان المباراه الاولى هتبقى مباراه الافتتاح هناك في تنزانيا. الكابتن خالد قال الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، يبقى يعني عندنا تلاحم مباريات في سفريات، انت مطالب في كل مباراه في كل بطوله اللاعبين يعني خلاص يعني مش عايزين نتكلم على المواجهه اللي بعد كده، مباراه سواء سان داونز او بيترو اتلتيكو، يعني هي مواجهه شبه محتمله مع فريق سان داونز، لكن الاهم هو مباراه سيمبا التنزاني. لكن كل اللاعبين يا مريم او المستر كولر مش عايز خالص يفتح ملف مباراه السوبر الافريقي قبل الانتهاء من مباراه اتحاد العاصمه. مستر كولر مدرب واقعي جدا، يعني بيحاول ياخد كل مرحله بالوقت بتاعها، التركيز دلوقتي على مباراه اتحاد العاصمه. يعني هو شايف ان فريق سيمبا واحد من الفرق الاقويه، يعني من الفرق المرشحه ايضا، مش عايز يبقى فيه تهاون شويه من فريق سيمبا، هو افضل فريق بالنسبه في الاربع فرق الخاصه بالتصنيف الثاني، هو فريق سيمبا ثم فريق مازيمبي. لكن كل التركيز بينصب في الفتره الحاليه على مباراه اتحاد العاصمه اللي عايز مستر كولر يبدا بيها الموسم ويكرر الموسم الماضي، زي ما قدر يبدا الموسم ببطوله السوبر المصري امام الزمالك في ابو ظبي كاس السوبر المصري، عايز يكرر الموسم ويبدا ببطوله السوبر الافريقي. نفس الامر ده بينعكس على اللعيبه اللي لسه منضمه للنادي الاهلي او العائده للنادي الاهلي، زي صلاح محسن، زي كريم نيدفيد او رضا سليم او امام عاشور، عايز يبدا مشواره مع النادي الاهلي ببطوله. لكن القرعه باجواءها بطوله مهمه جدا، اللعيبه عندها شغف انها تحقق هذه البطوله. يعني بالمناسبه مريم والنقطه اللي انت اثرتيها نقطه مهمه جدا، اللي وقع على اللاعبين حتى هم في الجوله الحره بيتكلموا على البطوله، قال احنا عندنا السنه دي 8 9 بطولات، مطالبين ان احنا ناخد ال 8 9 بطولات. يعني حتى في وقت الراحه او في وقت الاجازه اللعيبه بتفكر ازاي تسعد الجمهور، ازاي تحقق متطلبات الجمهور، وهي دي السمه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، واعتقد هي بتبقى افضل يعني ميراث بيسيبه لعيبه النادي الاهلي وجيل بيسلمه لبعد جيل. اعتقد بيبقى مردودها على اللاعبين، مردودها على الجماهير مهم جدا. مظبوط كلامك طبعا، وزي ما انت قلت بقى هنتناقش اكتر في كل هذه الامور ونكمل حديثنا مع الاستاذه جمال الزهري. ولكن في البدايه طبعا يعني او في نهايه كلامك يا فاروق بنشكرك جدا، ودايما متالق وبتنقل لنا كل الاحداث من معسكر النمسا لحظه بلحظه. شكرا جدا الزميل العزيز فاروق صلاح. حلو الكلام يا استاذ جمال، جميل. والراجل حتى ما بيسيبش يعني سؤال، ما بيسيبش فرصه للسؤال، بس مريم برضو ما سافتوش اديته السؤال اللي هو يعني. لا طبعا هو الكلام في المعسكر فعلا مطمئن، وخاصه كمان الاطمئنان على الاصابات. شايفين حضرتك اكيد شفت المشهد من وراء اكرم توفيق، كريم فؤاد، امام عاشور. هي الفكره انه متروك الامر بقى من الناحيه الفنيه لمستر كولر، هو اللي هيقرر مين يلعب المباراه. وبرده نقطه مهمه قوي الخطوه خطوه دي، احنا ماشيين على طول بنظام ايه، اهم حاجه المباراه اللي جايه ان شاء الله تكون مع اضعف فريق في العالم. صحيح، المهم اللي جاي تبقى انت مركز فيه جدا. اعتقد ده نظام النادي الاهلي من زمان قوي، طول عمرنا طبيعي. بنركز على اللي جاي دايما مش اللي بعد. لا دايما احنا بنقول ايه، اجاده الانتقال بين الملفات مهم، يعني ما بيحصلش خلط. يعني انت النهارده مثلا في الدوري خلاص، انا اهم حاجه في الدنيا الدوري، بكره عندك ماتش تاني، وايا كان الماتش وايا كان في اي بطوله طبعا. دايما كالعاده الجمله الشهيره اقلب الصفحه واستعد للي بعده، لسبب لان التركيز مهم جدا طبعا. يعني التركيز يعادل الاستعداد كله. وللامانه برضو يعني استكمالا للنقطه كنت حضرتك بتتكلم فيها من شويه، فكره لما كنت بتقول ان كولر مقنع للعيبه، والاصعب كمان من كده كمان انه يعني وده حققه بمنتهى البساطه والاريحيه، يكاد يكون هو سايب ايديه انه بقى مقنع جدا للجمهور. هو سهل يعني احنا جمهورنا كمان، خلي بال حضرتك برضو الامر ما يخلاش، يعني برضو في ناس دي طبيعه بشريه، في بعض الاحيان ممكن في حد ما بيعجبوش العجب. أيوه لكن حتى النمط ده من الناس ملوش صوت قوي. هو
بيمثل مدرسة السهل الممتنع، يحسسك ان هو ما بيعملش حاجة بس هو بيعمل كل حاجة، وده شيء جميل طبعا. يعني انا بحب المدرب الصخب على الفور. يعني انا فاكر مثلا كوبر لما كان بيدرب المنتخب جه فترة صعبة جدا اللي هي فترة كان النشاط فيها متوقف، ومع ذلك ما سمعناش شكوى، هو بيتعامل مع الواقع المعطيات اللي قدامه، الظروف اللي هو بيمر بيها، ما يقولكش لا انا مش هعمل حاجة بقى خلاص. لا، هو ميزة في المدربين يعني في عز التوتر والتنشن تبص ليه ايه هو بيضحك. مظبوط. يعني حتى ده بيخلي هو عنده الروح دي صح. بتنتقل الى اللاعبين. طيب بذكر المنتخب بقى استاذ جمال، لازم نتكلم مع حضرتك عن المنتخب المصري وفيتوريا، شايف ازاي اختياراته سواء على مستوى اللعيبه المحليه او كمان المحترفين؟ اختياراته مدمره حياته. مدمره حياته. عندنا يمكن مواجهتين ان شاء الله خلال الفتره المقبله، مواجهه رسميه بعد كده وديه تونس، شايف ازاي الاختيارات عموما؟ ويعني احنا يمكن لسه طبعا ما دخلناش في مرحله التشكيل، ولكن شفنا كده يمكن صورة لا هو سطحية. مدرب بصي عشان برضو الحق يقال، يعني هو مدرب كويس جدا وقدر في خلال فترة يعني قريبة ان هو يعدل مسيرة المنتخب بعد ما كان بعيد تماما. رجع الى المنافسة وتأهل وتمام. بس انا من ملاحظتي مش هدخل في الخلاف اللي هو احنا لازم نقول ان منتخب مصر واحد واثنين وثلاثة لغاية عشرة، محدش يقدر يتكلم في دي. بس في نفس الوقت جه في المعسكر السابق هو اختار لعيبة، وفي لعيبة أساسيين ما اختارهمش بدعوة أو بسبب ان هو بيجهز، هو عارف مستوى كريم، عارف مستوى جمال، فما مش هجيبه المرة دي. فإذا انت عندك الفكر بتاع انك تغير وتجرب، لازم يبقى في تفاهم بينك وبين الأندية المصرية طبعا، وأكبرها النادي الأهلي والزمالك عشان أكبر موردين للعيبة. أيوة المنتخل. دول اللي هم القوة الأساسية اللي انت بتاخد منها صح. فلو لقيت ان في فرصة للتعاون مفيش اي مشكله. اللي حصل سريعا يا استاذ جمال مؤخرا فكره الاستعانه بالرباعي على الرغم من طلب النادي الاهلي ان هو عدم الاستعانه باي لعيبه، ده نوع من عدم التعاون بيننا وبين المنتخب. يعني انا شايف ان هو اقل قدر، يعني ابدا اقل قدر من التعاون. يعني ممكن جدا يبقى اكتر من كده تعاون. وبعدين انت ممكن تاخدهم يا سيدي في الماتش الرسمي، ما قلناش لا، انت بتجرب حاجه وبتعمل حاجه. في المباراه الوديه ممكن جدا التفاوض والكلام دون الاقلال من القاعده الاساسيه ان هي منتخب مصر 10 مرات ثم رقم واحد الانديه، ما حدش اختلف. الكلام في ملف منتخب مصر محتاج مساحه وقت اطول من كده طبعا، لان احنا طبعًا عندنا كلام كتير في هذا الاطار، بس للاسف وقتنا انتهى. لا ان شاء الله يبقى في فرصه ثانيه. نورتنا وشرفتنا يا استاذ جمال، نورتنا وشرفتنا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، وباذن الرحمن نشوفكم على خير بكره باذن الله، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.